الرئيس السيسي يؤكد أن الأشرار والمخربين لن يستطيعوا النيل من عزيمة المصريين. المتحدث العسكري للقوات المسلحة يعلن قيام القوات الجوية بتدريبات جوية قد ينتج عنها سماع اختراق لحاجز الصوت. وزير النقل يوجه برفع حالة الطوارئ بمترو الأنفاق استعداداً لعيد الأضحى المبارك. أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن الأشرار والمخربين لن يستطيعوا النيل من عزيمة المصريين، لأن الله خلق الإنسان لعمارة الأرض وليس إفسادها. الأمل اللي الأشرار المخربين المدمرين بيحاولوا يهدوه، لأ مش هتقدروا. مش عشان احنا جامدين يعني، لا، لان ربنا ما يرضاش بكده. ربنا سبحانه وتعالى خلق الانسان لعمارة الارض، ما خلقش الانسان لتخريب الارض ولا للافساد ولا للهدم. وبالمناسبة شوفوا يا مصريين، شوفوا يا كل المتابعين، بصوا على الدنيا اللي حوالين مننا، هل في دين بيقام كده؟ هل في دين بيقام كده؟ هل في إصلاح يقام بالهدم؟ أنا قلت الكلام ده مرة ومرات كتيرة، بس التصدي ليه مش الدولة بس، إحنا كمجتمع لازم يعني نفهم أولادنا ونوعيهم ونحصنهم ضد الفكر ده. مفيش دول هتطلع قدام أبدا بالهدم، الدول هتطلع قدام أولا بالانضباط والخلق وبالتعليم وبالجهد وبالصبر وبالبناء، لكن مش لا بالقتل ولا بالتخريب ولا بالتدمير. وبقول تاني بس يعني ان ربنا سبحانه وتعالى ما يرضاش بكده، واحنا في طريقنا هنفضل نبني ونعمر طول ما احنا عايشين. شكرا جزيلا. أعلن المتحدث العسكري للقوات المسلحة أن القوات الجوية ستقوم بتدريبات جوية قد ينتج عنها سماع اختراق لحاجز الصوت. عقد رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي اجتماعاً لإنشاء المحاور الجديدة على النيل، وأكد مدبولي على أهمية تلك المحاور في إطار الجهود الرامية لربط شبكة الطرق بجميع أنحاء الجمهورية بعدد من المحاور العرضية لكي تسهم في تحقيق التنمية الشاملة في محافظات الصعيد. ويأتي ذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية بالعمل على رفع معدلات التنمية بتلك المحافظات. أصدر وزير النقل المهندس كامل الوزير تعليماته لقيادة الشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو برفع حالة الطوارئ بالخطوط الثلاثة بمترو الأنفاق استعداداً لاستقبال عيد الأضحى المبارك، والعمل على تقديم أفضل خدمة ممكنة لجمهور الركاب خلال أيام العيد، على أن تكون بداية التشغيل من 5:15 صباحاً حتى 1 من صباح اليوم التالي.